بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله محمد. على محمد, محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، اللهم أفتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحن لدينا التوفيق لأجل أن نواصل دراستنا لكتاب الفلسفة الإسلامية للمرحوم الشيخ محمد رضا المظفر. اليوم نبدأ بالدرس الثاني عشر من الدروس السنة الرابعة هذا الدرس بالذات هو ألقاه في يوم السبت مثل هذا اليوم ولكن في الخامس وعشرين من الشهر الحادي عشر من سنة ألف وتسمائة وواحد وستين يعني قبل ستين سنة في هذا الدرس هو يبدأ بالبحث حول الصفات الواجب الكمالية تكلمنا في الخطوات الثلاثة السابقة حول جوانب من وجود الواجب واليوم نريد أن نبدأ بالدرس حول الصفات الكمالية يقول من المشهور لدى العلماء من المتكلمين وغيرهم أنهم يقسمون الصفات لله سبحانه وتعالى الواجب إلى صفات ثبوتية كمالية أو جمالية يقولون صفات الجمال وصفات سلبية تنزيهية ويقولون صفات الجلال ان شاء الله في الجلسه القادمه نتكلم اكثر حول الصفات الثبوتيه ونقول هناك ايضا صفات ثبوتيه اضافيه ليس بالضروره كلها كماليه مثل مثلا خالقيه رازقيه هذه الصفات الاضافيه تنتزع من العلاقة الموجودة بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته وافعاله يعني يجب ان يكون هناك مخلوق حتى نقول هو خالق نعم اذا نقصد بالخالق من له قوة الخالق هو خالق حتى قبل الخلق واذا نقصد بالخالق من بالفعل خلق شيئا فبحاجة إلى أن يكون هناك إذا مخلوق يعني قبل خلق أول المخلوقين أو لا نستغو نقول هو خالق بالفعل وغافر إذا نقصد بالغافر أنه لديه المغفرة خب هذا أزلي إذا نقصد بأنه بالفعل غفر شخصا مذنبا فهذا يحتاج ان يكون هناك مذنب حتى نستطيع ان نطبق انه غفر ان شاء الله هذا شيء ندرسه في الجلسه القادمه بس لحد الان يكفينا ان نقول بعض الصفات صفات الجمال او صفات الثبوتيه مثلا نقول الله سبحانه وتعالى له علم له قدرة، له حياة، له إرادة، له سمع، له بصر. هو متكلم، هذه كلها صفات الجمال. ولكن حينما نقول مثلا هو ليس بجسم، وليس له شريك، وليس بمتحيز في مكان، وليس بمتغير، وليس بمرئي. هذه صفات سلبية. أو صفات الجلال يعني جل الله أن يكون جسما جل الله أن يكون مرئيا جل الله أن يكون مركبا أو أن يكون متحيزا إلى آخره وسلب في الواقع يرجع إلى الإثبات في هذه الموارد لأن السلب السلب إثبات سلب النقص إثبات الكمال حينما نقول أنه ليس جسما هذا بسبب انه خامل الى حد لا يمكن تحديده في مكان خاص وليس هو يعني شيء يمكن ان يشار الإشارة اليه بالبنان او ليس متحيز انه مثلا مكان خاص وليس ذا ابعاد ثلاثه كل هذا تنشا من المحدوديه والله سبحانه وتعالى ليس له اي محدوديه فسلب السلب يرجع إلى الإثبات خب هناك بحث حول عدد هذه الصفات هذه الصفات الكمالية مثلا كم عددها عادة مثلا قالوا ثمانية الشيخ المظفر يقول أه السبب بس هو يعني يقول كأنه كان متأكد على أنه كان هذا السبب عندهم هو لا يقبل بهذا السبب بس ينصد يسند وينصِب هذا إليهم بأنهم لما رأوا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية بعض المتكلمين استلهموا من هذا أو أكثر من ذلك استندوا إلى هذا وقالوا الصفات لله سبحانه وتعالى ثمانيه. في حين ان الفلاسفه يقولون مساله العرش ومساله حمله العرش تختلف عن مساله الصفات لله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الاشياء هو ياتي هنا حول ما معنى العرش يعني هو يقول العرش عند الفلاسفه الكون المخلوق بس انا اشك في ذلك لان بعض الفلاسفه اذا لا يقولون العرش كون مخلوق ويقولون العرش يعني يشير الى مرتبه من العلم لله سبحانه وتعالى، ألا هذا ليس بحثنا الان الحق مع الشيخ حينما يقول العدد ليس يهمنا بعضهم قالوا ثمانيه بعد ذلك وجدوا مثلا هناك سبعه العلم والقدرة والحياة والإرادة والسوان فأزافوا التكلم وتعرفون كان هناك معركة حادة مؤلمة وحتى مدمية حول مسألة الكلام الإلهي هل يكون كلام الله حادث أو غير حادث كان مؤزلة بين الأشاعر والمعتزلة في العهد العباسي نحن نقول العدد لا يهمنا كثيرا. المهم ان ناتي بقاعده عامه حول الصفات الكماليه. نحن نقول الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات. واذا قلنا واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات وواجب الوجود بالذات وجوده محض بحث صرف محض خب اذا هو وجوده بَحْتٌ واذا هو واجب من جميع الجهات فيعني اي شيء كمالي يمكن ان يتصف به فهو متصف به بالضرورة بعبارة أخرى لا يوجد حالة من الانتظار أو حالة من القوة والاستعداد للواجب بحيث هو يحتاج أن يصبر حتى يحصل على شيء الآن في حالة الانتظار في حالة الاستعداد ولكن ليس حصل لا هو ليس مثلنا أي شيء يمكن أن يكون له يجب أن يكون له واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات أو يمكن تقول بما أن وجوده محض فلا يمكن أن يفقد شيئا لأن فقدان أي شيء من الكمال معناه أن يكون في ذاته شيء من العدم يعني هو وجود بالإضافة إلى عدم لذاك الكمال وهذا يعني وجوده ليس محضا وجوده يصبح مثل وجود ماهيات الممكنه فأي شيء من الكمال يمكن أن يتصور للوجود يوجد لله سبحانه وتعالى بالفعل بالضرورة أزلا وأبدا من دون التغير فهذا خطأ أن نتصور مثلا الله سبحانه وتعالى يتغير الله سبحانه وتعالى مثلا يرضى او يغضب بمعنى انه يتغير صحيح الله يرضى ويغضب ولكن هذا آتان صفتان للفعل صفات الفعل تختلف عن صفات الذات يعني صفات تنتزع من العلاقة بين الله وبين المخلوقات فهنا ما هو يرضى عن شخص نقول هو راضي إذا يغضب نقول هو غضبان ولكن هذا لا يعني أنه تغير هو لا يتغير إذا نحن تغيرنا علاقتنا معه تتغير والصفات التي تشير إلى هذه العلاقة تتغير حتى العلم العلم إذا يستخدم كصفة الذات هو أزلي. ولكن العلم إذا يستخدم كصفة الفعل قد يعلم وقد لا يعلم كيف؟ قد يعلم إذا كان معلوم موجودا قبل ذلك ليس العلم الفعلي ينتزع هذه أمور إن شاء الله في المستقبل إذا ندرسها أكثر في كتب أخرى إن شاء الله إذا وفقنا لدراسة الفلسفة والعقائد الآية حال أي شيء من الكمال يمكن ان يتحقق لله سبحانه وتعالى يجب ان يتحقق وهو موصوف بها بالفعل، والشيخ هنا ايضا يشير الى شيء قال قال متألهين او ملا صدره الشيرازي رحمه الله صاحب الاسوار العقلية الاربعه والكتب الاخرى وليس هو الوحيد ابن سينا اذا قال ذلك ربما لديهم بعض الاراء وبعض البراهين المشتركه وربما مثلا هناك تفاصيل مختلفه لكن هذا ليس يعني ما يختص بملا صدره على هو يشير الى راي ملا صدرا ملا صدره يقول كل مراتب الوجود من الداني الى العالي من ارض المخلوقات الى اشرف المخلوقات والى الخالق نفسه كلها متشاركون في الصفات الكمالية للوجود والفرق في الدرجة في الرتبة وفي أنه هل يكون مستقلا في هذا أو يحتاج إلى أن يؤتيه شخص آخر أو شيء آخر إلا في الفوق ولكن أصل الشيء موجود ومثلا الشيخ المضافر يقول حسب هذه الآية القرآنية (إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) يقول الملا صدر هذا يعني أن كل شيء حتى التراب والأحجار والأشجار والأنهار والجبال كلها يسبح الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم وهذا تسبيح حقيقي لو كان تسبيح بمعنى تقديري يعني لو كانوا يستطيعون أن يقدروا عظمة الله لكانوا يسبحونه هذا لا يحتاج لا تفقهون تسبيحهم هذا تسبيح تسبيح حقيقي والتسبيح فرع الإدراك والشعور فكل شيء كل ما يوجد في العالم بما انه يسبح نستنتج انه يدرك يكون ذا شعور ليس بمعنى الشعور المعقد الشعور المتطور مثل الانسان ولكن كل شيء حتى الحيوانات حتى حشرات كل شيء لدي حتى أحجار مرتبة من الحياة مرتبة من الشعور مرتبة من الإدراك ضعيفة أو قوية طبعا هناك أيضا طريق آخر أنا شخصيا لي تصور آخر بالنسبة إلى معنى إن شيء لا يسبح بحمده ذكرت في بحوث حول تسبي وما شابه ذلك فالآن لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل ولكن حال حسب كثير من الحكماء كل مراتب الوجود عنده العلم والإدراك والحياة والقدرة بل حتى الاراده بشيء ولو بسيط ولو قليل عندهم موجود. طبعا هذا يشتد حينما نرتقي في سلم الوجود هذا يشتد. ف بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى بما انه واجب الوجود بالذات هو يمتلك كل هذه الصفات صفات الكمالية ولكن الفرق بينه وبين سائر الموجودات هو ليس فقط هو مستقل وهو لا يستند إلى أي شيء خارج ذاته أيضا هناك فرق آخر وهو أنه لديه كل هذه الأمور بشكل مطلق ليس مقيد ومضيق يعني هو حي ولكن حياته مطلقة هو عالم ولكن علمه مطلق قدرته مطلقة سائر مراتب الوجود الحياة القدرة الإرادة وسائر الأمور والعلم ليس عندهم بشكل مطلق مضيق عندهم شيء من العلم ويفقدون كثيرا من العلم قل كثر حسب مرتبتهم وحينما ننزل الى الى المراتب الدانيه ربما يقلوا بحيث اصلا نحن لا نحس بان لديهم شعور لديهم علم نحن لا نحس ربما لأنه أصبح ضعيف جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى في القمة، لديه العلم بكل شيء، القدرة على كل شيء، الحياة بشكل مطلق، لم يرث الحياة من حي، لا يشاركه حي، لا يموت، إلى آخر ذلك. بعد ذلك هو يشير إلى مصطلح مهم عند الفلاسفة والمناطقة وهو أن المحمول هنا عندنا قضية إخبارية عندنا موضوع ومحمول في القضايا الحملية مثلا نقول زيد قائم أو الإنسان ممكن في كلتا القضيتين لدينا موضوع ومحمول. المحمول يتنوع الى قسمين، حسب هذا التقسيم، ربما هناك تقسيمات أخرى. حسب هذا التقسيم المحمول يتنوع الى قسمين. يقولون المحمول إما محمول بالضميمه أو محمول من صميمه. مع المحمول بالضميمة يعني المحمول شيء زائد على ذات الموضوع إذا نقول الإنسان كاتب أو الإنسان قائم أو قاعد أو جالس القيام والقعود والجلوس والكتابة كلها زائدة على الإنسانية يعني ليس في تعريف الإنسان وليس في ماهية الإنسان أي شيء من هذه الأمور أو أزدادها. الإنسان متساوية النسبة بالنسبة إلى الكتابة أو قعود أو جلوس أو وقوف وما شابه ذلك فإذا هو أصبح كاتبا يعني بضميمة يعني كتابة أضيفت إلى ذاته وإذا أصبح مثلا واقفا يعني الوقوف القيام أصبح مضافا إليه. في بعض الأحيان المحمول ليس بالضميم، المحمول من صميمه يعني منتزعة من الموضوع. بعبارة أخرى يأتي من الموضوع إلى الخارج مثلا حينما نقول الأربعة زوج خب زوجية للأربعة ليست بالضميمة زوجية للأربعة ليست بالضميمة الزوجية للأربعة من لوازم الذات أو حينما نقول الإنسان ممكن الحيوان ممكن الحجر ممكن الامكان ليس بالضميمة الامكان يأتي من صميم الموضوع الى الخارج بالانتزاع خب اكثر ما يتبادر الى الذهن حينما نسمع وصف او موصوف اتصاف او صاف هذه الامور اكثر ما يتبادر الى الذهن هو المحمول بالضميمة الشيخ المظفر يقول هكذا. لعد ذلك نجد في الاحاديث مثلا في كلام امير المؤمنين عليه السلام يقول كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه. You have to negate يعني عفوا اه 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 انتم عليكم ان تنفوا من الذات اه هذه الامور الزائده المضافه. لماذا؟ لأن الصفة كان هكذا يفهم، يعني بالضميمة. بعض الناس مثل المعتزلة تصوروا: علم الله خارج ذاته. قدرة الله خارج ذاته، خارجة عن ذاته. نحن نقول: لا، ليس هذه محمولات بالضميمة. هذه من صميم الذات. ولكن بالانتزاع بعبارة أخرى إننا مفاهيم شتى ولكن الموصوف شيء واحد عباراتنا شتى وحسنك واحد كل إلى ذاك الجمال يشير هذا يؤدي إلى البحث حول أينية الصفات مع الذات أو اتحاد الصفات مع الذات أو التوحيد الصفاتي يعني العلم ليس غير الذات وجودا مفهوما نعم بس وجودا القدرة هكذا الحياة هكذا وإذا العلم والقدرة والحياة ليست بأشياء مستقلة ومنفصلة وجوديا، لا. هناك وجود واحد بحت، نقول الله، نقول عالم، نقول قادر، نقول مريد، حي. في مقام التحقق الخارجي، شيء واحد. كلها الصفات والذات كلها يتحد. ولكن في مقام التحليل الذهني خب علم يختلف عن القدرة القدرة تختلف عن الإرادة الإرادة تختلف عن السمع في مقام التحليل المفهومي أما العدل لعينية الصفات للذات طبعا ذكرنا ولكن إذا أن نشير بشكل واضح مرة أخرى يقول الدليل الأول وأن الله سبحانه وتعالى متصف بأعلى درجات الكمال. لو كانت الصفات الزائدة على ذاته لكانت لكان معناه أنه يفقد هذه الصفات. يعني لو لم يكن العلم في ذاته، يعني هو في ذاته غير عالم. يحتاج إلى إضافة إليه. أو لو كانت القدرة خارج عن ذاته، يعني هو في ذاته غير قادر. هذا لا ينسجم مع الوجود المعث لا ينسجم أنه يكون في أعلى درجات الكمال يمكن أيضا أن تستفيدوا من مسألة أنه إذا هو يفقد أي شيء في ذاته يصبح ذلك أمرا عدميا فما أنه أن وجوده مضاف بالعدم يعني وجود مع عدم ما هذا اذا مشكله بالاخير لديهم ملاحظه هذه الملاحظه ملاحظه رائعه مفيده قلنا سابقا عذّاتي لا يعلل الان نكرر الذاتي لا يعلل يعني اذا تريدون ان تبرهنوا على ان هذا الانسان كاتب انتم بحاجة الى دليل قرينة شاهد برهان وهذا الانسان مثلا حكيم يحتاج الى الدليل ولكن اذا نريد ان نقول هذا الانسان حيوان، وهذا الانسان ناطق، أو هذا الانسان جسم حساس متحرك برادة اي شيء من ذاتيات الانسان لا يحتاج الى التعليل، لا يحتاج الى البرهان، لانه ذاتي الانسان. بياض اللون الابيض لا يحتاج الى التعليل، هذا ذاتي. ذاتي شيئا لم يكن معللا خب ماذا نقصد بهذا يجب ان لا يفهم هذا بشكل خطا حينما نقول ليس معللا يعني لا نحتاج الى عله خارجة عن ذاته في الاتصاف بهذا ولكن هذا ليس معناه انه اصبح واجب الوجود لا هو يحتاج الى الايجاد كون زيد حيوانا او ناطقا لا يحتاج الى عله زائده ولكن تحقق الانسان في زيد وتحقق الحيوانيه في زيد تحقق الناطقيه في زيد يحتاج الى الخالق الى الموجد الى المفيد بعبارة اخرى نحن لسنا بحاجة إلى جعل مركب. نحن بحاجة إلى جعل البسيط. يعني من يعطي الوجود يجعله هكذا. ليس من يعطي الوجود بعد الإعطاء للوجود يجب أن يجعله هكذا. ربما سمعتم بهذه الجملة الشهيرة في الفلسفة الإسلامية من زمن ابن سينا على الأقل يقول ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها وكذلك يمكن أن تقول ما جعل الله الإنسان إنسانا بل أوجدها ما جعل الله الإنسان حيوانا بل أوجدها لماذا؟ لأن كون أي شيء نفس ذاته أو كون أي شيء متصفا بجنسه أو فصله من ذاتياته وهذا سواء كان موجودا أو غير موجود هذا متحقق في, في سوق المفاهيم والماهيات الشيء الذي مفيد الوجود يقوم به هو ايجاد المشمشه او ايجاد الانسان وليس جعل المشمشه مشمشه المثلث مثلث سواء كان هناك شيء في العالم او لم يكن شيء في العالم المثلث مثلث نعم هل يكون المثلث موجودا او ليس موجودا هذا يحتاج الى الخالق هذا يحتاج إلى إرادة الخالق الإنسان يختلف عن الفيل هذا لا يحتاج إلى أي شيء إذا نفهم ما معنى الإنسان وما معنى الفيل هما يختلفان ولكن إذا عندنا إنسان أو إنسان عندنا فيل هذا يحتاج إلى خالق إلى إرادة الله خب الحمد لله انتهى هذا الدرس الدرس الثاني عشر وان شاء الله في الجلسه القادمه نواصل هذا البحث حول اينيه الصفات للذات الحمد لله رب العالمين